Bonjour tout le monde. Donc toujours dans le cadre du cours qui porte sur l'œuvre qui s'intitule Candide ou l'optimisme, mazal rahna f Candide ou l'optimisme, ghadi nkemlou f'had la partie li ghatlqaou mktoub alayha Candide numéro 2 chapitre 3. Ghatlqaou hada hada lan Candide 1 chapitre 3 rahna shrahna qbel wahed el vidéo li ma shafouch yaoud yechoufou. Ghatlqaou mktoub alayh Candide 1 chapitre 3. Had le vidéo dabli ghanbdaou menna ghatlqaou alayh Candide 2 chapitre 3. قلنا كونديد من بعد ما خرج من الحرب وهذا وصل لهولندا باش يتيب شي قال هاد الناس غيتهلاو فيا لان الناس لاباس عليهم اي سان كريتيان يعني ناس مؤمنين متدينين الله يعمرها دار اذا غيتهلاو فيا الى الكار توجور هاد ليسبوار ديما عنده الامل باش انه غادي يعيش حياه افضل اذا الي توجور اوبتيميست مازال ما تصلحش خاكو فولتير حاول يدوزو من لا بينيسيون من العقوبه اللي خدا في الشابيتر نيميرو 2 ودوزو من هنا من هاد الحرب والمآسي ديالها والسيد مازال تيقول العالم زوين والامور بخير والحمد لله. Il demanda à l'aumône à plusieurs personnes, à plusieurs graves personnages. Il demanda à l'aumône, c'est ma candidate de Kitlab qui sa à l'aumône, il y a Sadaka. Le wahid nas, li huma zama muhimmin, ou d'akchi, qui douce, qui est de qu'alan nas, imkan fdior, qui est l'aumône de Moussaadat, les nas, c'est l'aumône de Kamayakul. Et qu'ils lui répondirent tous que, kul hum ki jawou, jawab wahid. S'il continuait à faire ce métier, il a, baka ki wasal, had le mihne hadi, yen had le mihne de Saaya, la mendicité, on le fermerait dans une maison de correction, pour lui apprendre à vivre. Il s'adressa ensuite à un homme qui venait de parler tout seul. Il s'adressa à Tawajjaha, ensuite, من بعد, à un homme, l'un de واحد السيد, qui venait de parler. Allah, c'est là, كان كيهضر, tout seul, بوحدو, une heure de suite. ساعه متتاليه sur la charité dans une assemblée sur la charité هي الصدقه والزكاه الى غير كان كيهضر على الصدقه dans une grande assemblée فواحد المجتمع واحد الاجتماع كبير يعني شي واحد كان كيجمع الناس واحد الاجتماع كبير ما عرفش شحال فيه ديال الناس واش 100 200 20 40 الله اعلم المهم ان غروند assemblée واحد الاجتماع كبير وكيهضر لهم وتيقول لهم شوفوا خصكم تصدقوا الصدقه راه مزيانه والزكاه هذه مزيانه وديروا الخير الى غير ذلك وما تخافوش راه الصدقه مزيانه الى غير ذلك وتهلاو في الناس وتهلاو في الضعفاء دونك فاش شافوا كونديد هاد السيد فيه هضر على الصدقه قال هنا الناس هولندا الناس لاباس عليهم اذا هاد السيد هذا هو اللي غيعتقني بما انه تيقول الناس صدقوه مشى عندو هو يصدق لي انا الاول سي توغاتور هذا المتحدث لوغاتور هو المتحدث لو روغاردون دو ترافير تيشوف كونديد بحال قلتي من الجمغه بنص عين الويدي وقال له كو فوني فو فير ايسي قال كونديد اش جيتي دير هنا يتفو بوغ لا بون كوز واش جيتي هنا من اجل القضية الطيبة يعني بحال بغى يقولوا ربما واش جيتي هنا باش تسمع الموعظة وتسمع الدين وتسمع الخطاب وتسمع هذا بحال شي واحد مثلا انت تقول له واش جيتي انت تسمع معنا شوية تقرا معنا شوية القرآن تصلي معنا إلى غير ذلك باش جاوبو كونديد قال له إن يا بوان دو في سون كوز لا يوجد نتيجة بدون سبب ديتي مازال كونديد كيتفلسف ديك الفلسفة ديالو ريبوندي موديستومون كونديد أجاب بكل تواضع موديستومون بكل تواضع كونديد هو اللي جاوب Tout est enchaîné nécessairement. L'achia fait de l'alam, kulla mutasalsila. Et arrangé pour le mieux. Ou martaba men ajli l'afdal. Hadi l'filsafa li ki goulou l'filsafa diel l'optimisme. Yinti goulou l'ga' li ki wqa' fi d'nya. Bala kan goulou hna mktab ou daruri ou shi msalsal fsi ou shi ki a'ti shi. Ou nou wahid kulna sabab ki a'tina natija ou dik natija kat a'tina sabab l'had ou hiya gada. Il a fallu kan khasne que je fusse chassé de près mademoiselle Kinigonde. Kan khasne annani. نتطرد من حدا مادموزيل كينيغوند يعني تذكروا بالشابيتر نيميرو 1 بحال اللي كيدير لنا الريزومي ديال داكشي اللي وقع له قبل قال له كان ضروري خصني نتطرد من القصر كو جي باسي باغ لي باغيت وندوز في ديك السلسله ديال الهراوه والعصا اللي كلا وديك العقوبه اللي كلا من طرف دوك لي زارمي بولغار العقل دو ديك باس الى باسي باغ لي باغيت يعني كلا العصا il faut que je demande mon pain il faut que je demande mon pain كان خاصني نطلب الخبز ديالي يعني نسعى jusqu'à ce que je puisse en gagner حتى انني نستطع انني نربح ونلقى الخبز ديالي يعني خاصني نسعى حتى ندبر على راسي كما تنقولوا
Tout cela ne pouvait être autrement. Mon ami lui dit, l'auteur, Ya Sadiqi, Gallo dak Rajl. Dak Rajl, Rijo Kondid. Dak Rajl, Likan Kedar. Rijo Kondid, Chigoulou. Gallo, à mon ami. Ma Sahbi. À Sadiqi. Croyez-vous que le pape soit l'antichrist? Gallo, wesh ket amen. Croyez-vous, wesh ket amen que le pape, en al-baba, le pape, katrafou le baba dil kanisa, que le pape soit l'antichrist. En al-houa l'antichrist. كريست نورمالمون كريست هو المسيح و اونتي هو ضد يعني واش البابا ضد المسيح غادي نشوفوا ربما راه شرحنا هنا لتحت قالك لونتي كريست سي لو فو بروفيت يعني النبي المزور انمي دي كريست العدو ديال المسيح كي سولون لابوكاليبس يعني حسب واحد الكتاب ديال المسيحيين سميتو لابوكاليبس فيان دغابيشي اون غوليجيون اوستيل اللي كيدعي لواحد الديانه ضد الكريستيانيزم ضد الديانه المسيحيه avant la fin du monde قبل نهايه العالم يعني قال له زعما واش كتامن بان هذا الباب هو بحال قلتي تعتبر الرسول سي نبي مزور وكيدعي شي ديانه جديده من غير المسيحيه نشوف واش غايقول له كونديد je ne l'avais pas entendu encore je ne l'avais pas encore entendu dire répondit Candide. Candide, j'ai oublié le nom de Mars, mais t'as l'air de dire Mars, mais n'est-ce que vous l'avez dit, il m'a frassé ou alors. Allez, je n'ai pas de Candide, je t'ai dit, 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 je داك الشيء باش كلا العصا عند ليبيل قال لان مشات يسحب له راسو غير يمكن يتسارى وهما اعتبروه بحال راه بغى يهرب من العسكر وشدوه لك عصا دونك هنا ولا انا ما فراسيش هو ما فراسوش هادشي كاع pardon mais qu'il ne le soit ou ne le soit pas pardon qu'il le soit ou يكون ou qu'il ne le soit pas ou la يكون زعما يكون هو الانتيكريست ولا ما يكون قالنا ماشي شغلي je manque de pain انا خاصني الخبز باغي ناكل فيه الجوع يعني ما تدخلش معايا في هذه الامور الدينيه ما تسولني على البابا لا انا اعطيني غير من ناكل tu ne mérites pas d'en manger قال له ما تستحقش تاكلو شنو هو الخبز هذا اون كتعني الخبز دي لوطخ قال له داك لوطخ داك الراجل فا كوكان سيري هاد الصعلوك يا هاد الصلقوط فا ميزيغابل سيري هاد البائس نو مابروش دو طافي قال له ما تقرب ليش حياتك كامله يعني قال له بعد مني ما تقرب ليش ولو ما يعجبك حال اذا هو تيسحب انه هاد السيد اللي كيهضر على الصدقه زعما راه هو اللي غيتهلا فيه وبانه مؤمن وكذا هذا راه رجل دين لان لابس لك حل هادو رجال الدين بحال رجال الدين هو لاباس عليه قال زعما غيتهلا فيا الساعه والو طردو وجر عليه يعني ما كاين لا شفقه ولا رحمه حتى في هاد البلاد هولندا لا فام دو لوغاتور المراه ديال هاد الراجل المتحدث اللي صباح هو تيهضر ايون مي لا تيت على فنيت طلعت من الشرجم اي افيزون ان اوم كي دوتي كو لو باب في لونتي كريست شفت هاد الراجل اللي هو كونديد يعني شفت واحد الشخص اللي كيشك بان لو بابا لو باب في لونتي كريست انه راه هو ضد المسيح لوي ريبوندي سور لو شيف ان بلان جاوباتو لا لوي ريبوندي يعني نشرات عليه يمكن هنا واش رمات عليه شي حاجه ولا هذا ما نعرف يمكن ما عجبهاش يمكن الهضره ديال كونديد كونديد اش غيقول او سيال يا الهي اكل اكس دو سوبورت لو زيل دو لا ريليجيون دون لا دون لي دام زعما بحال قال يا الهي زعما شحال هاد العيالات انهم متحمسين بزاف لا ريليجيون الديانه العيالات زعما متدينات اكثر من الرجال تعجب هو في هاد القضيه ولكن هاد المرات هي براسها ما تهلاش فيه ما رحماتوش لا هي ولا راجلها ان ها هما لاباس عليهم زعما مؤمنين وكذا مسيحيين زعما والو ما فيهمش لا رحمه ولا شفقه امام هذا الوضع هذا ان نوم واحد الراجل كي نافي بوين ايتي باتيزي كي نافي بوين اللي ما عمرو داز من سكون نابيل لو باتيم لو باتيم هنا كيقصد به انه ما عندوش علاقه بالدين المسيحيه لان شي واحد باتيزي يعني شي واحد تمسحة يعني تنصرانة يعني دخل المسيحية دخل ولكن هذا السيد هذا ما عمره دخل الدين المسيحية
un bon anabaptiste. واحد السيد راجل طيب ولكن انابتيست نومي جاك سميتو جاك انابتيست يعني ما عمرو كان مسيحي يعني ما داروش ديك الطقوس وداك الشيء باش انه يدخل المسيحيه ربما تيقولوا انه واحد فرد من دوك الناس اللي كينتميو لي بروتستان اذا عرفتوا المسيحيين راه مقسوم لواحد لجوج طوائف كبيره كاين لي كاثوليك الناس اللي عندهم البابا ولي بروتيستان هما الناس اللي ضد الكاثوليك يعني بروتيستان بحال قلت الناس كيحتجوا على بعض الاخطاء اللي كاينه في الديانه المسيحيه وتحاولوا يصلحوها يمكن هاد جون لانا باتيست يمكن منهم في لا مانيير شاف طريقه كرويل القاسيه اي انيومينوز يعني الخايبه والفظيعه دونتون تريتي اللي انهم تعاملوا انسي ان دو سي فرير مع واحد من الاخوان ديالو اللي هو شكون الاخ ديالو هنا كيقصد كونديت ان اتر واحد الكون A deux pieds, un deux jerglin, et son plume, mais un douche riche. Il y a une mais un douche riche, il y a une personne qui est très bien. Il y a une personne qui est probablement, il fait allusion à Platon, où l'on peut lire, ou à l'écrit de Platon, qui est très bien. Il y a une personne qui est très bien. Il y a une personne qui est très bien. Il y a une personne qui est très bien. ما تعاملش مع كونديد اللي هو اخ ديالو في الدين وتوا انسان عنده جرجلين وما عندوش الريش يعني بشر ما تعاملش معه مرحموش نشوف هذا الرجل هذا واش غيتهلا في كونديد ولا غيعاملو توا بحال هذاك الرجل اللي في الاول كي يافي اون ام اللي عنده واحد الروح زعما هذا انسان كونديد عنده واحد الروح اي لومنا شي لوي داه عنده للدار هذا الراجل هذا جاك لانا باتيست دا كونديد عنده للدار لو نيتوايا نقاه يعني نقاه يمكن عطاه يدواش وداك الشيء وتهلا فيه لبس له شي حويجات نقيين لوي دونا دو بان عطاه الخبز اي دو لا بيير عطاه البيره هنا بحال كنقولوا واحد المشروب ديالهم هما عندهم البيره ماشي حرام بحالنا حنا اما داخل عندهم في الشرب بحال قلتي داه للدار عطاه العصير عطاه يشرب عطاه الماكله تهلا فيه لوي في بريزون دو فلورين وعطاه جوج دو فلورين هاد فلورين واحد النوع ديال الفلوس بحال قلتي عطاه جوج دولارات ولا جوج ديال الاورو ولا جوج ديال 100 درهم ولا جوج 4000 المهم عطاه الفلوس هذا هو المهم ايفولو ميم وكان بغا كاع ميم هنا كتعني كاع لوي ابخوندغ يعلمو اترافايي يخدم دون سي مانيفاكتور فواحد المصنع ديالو صغيور ماشي شي مصنع كبير بحال دابا يعني واحد الورشة صغيورة او زيتوف لي زيتوف هما توب دو بيرس ديال الفرس كون فابريك اون هولاند هاد جاك لانا باتيست عنده بحال قلتي واحد شواد المعيمل صغيور واحد الورشة صغيرة تيصاوب فيها التوب داك التوب كيبيعوه للفارسي لي بيرس هما لي فرس لي بيرس وكيصنعوه في هولندا يعني تهلا في كونديد عطاه الفلوس دوش ليه عطاه ما ياكل وقال له كاع نخدمك معايا ما كاين حتى شي مشكل هاد السيد اللي ما عنده علاقه كاع نهائيا بالدين ما عنده كاع علاقه نهائيا بالمسيحيه صدق تهلا في كونديد الور كو هذاك اللي كان مسيحي ومصبح هو يفرع الناس راسهم خصكم تصدقوا ما تخافوش الصدقه هذا والو ما تيرحم ما كيصدق هنا فولتير كينتقد رجال الدين بحال تنقولوا حتى حنا بعض المرات هاد المسلمين هاد المؤمنين ما فيهم رحمه واحد كيمشي غير للبار الناس سكرانين وكيتهلاو فيه يعني هاد المنطق صراحه ما صحيحش 100% ولكن المهم كنقولوه دابا في المجتمع تنقولوا حنا اللي كيهمنا دابا كنقولوه صحيح ولا ما صحيحش المهم هذا موضوع اخر اللي بغينا نناقش فيه كاين الميدان ديالو في النقش كونديد اللي ناقشوا فيه كونديد سو بروستيرنون بريسك دوفون لوي سو بروستيرني بحال كنقولوا ركع ولا سجد امام هذا السيد اللي تاثر لان السيد عطاه وتهلا فيه سو بروستيرني هي كتجلس على ركابك بحال كتركع لشي واحد دوفون لوي امامه سي كريو بدا كيغوت ميتخو بونغلوس يا استاذ ديالي بونغلوس ها كي بحال كيدير كيتذكر بونغلوس كيناجي بونغلوس ميتخو بونغلوس مي لافي بيان دي قال له راه مسيو بونغلوس قالها لي كو تو تي طون ميو بان كلشي العالم يسير الى الافضل دون سو موند فهاد العالم يعني كلشي زوين العام زين والقضيه بخير ملي تهلا فيه هاد جانك لانا باتيست هو يتفكر بونغلوس اللي كان تيقول له العام الدنيا راها بخير كار جو سوي انفينيمون بلو توشي قال له لحقاش انا راني تاثرت بزاف انفينيمون يعني بزاف دو فوتخو اكستريم جينيروزيتي بهاد السخاء القوي ديالك السخاء الكبير ديالك لا جينيروزيتي هي السخاء كو دو لا دورتي كتر من ديك القساوة لا دورتي القساوة دو سو مسيو ديال هداك السيد ا مونطو نواغ اللي كان لابس داك المونطو كحل اي دو مدام سون ايبوز وديك المرة ديالو يعني تأثرت بزاف بهاد التعامل ديالك السخي جدا كتر ما تأثرت بديك القساوة وداك الحقد ديال داك السيد اللي دازت عندو قبل
هو المرأة ديالو. دونك شكون اللي تهلا فيه هنا؟ تهلا فيه لانا باتيست اللي ما عندوش علاقة بالدين تهلا فيه، واللي عنده علاقة بالدين وفرع الناس راسهم بالدين 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 ما تكرفس عليه. هنا بحال اللي قلتي فولتير، بحال اللي كينتقد الناس كون ابيلو فاناتيزم غوليجيو، كينتقدنا داك التعصب الديني. يعني بحال اللي تيقول هنا ان الناس اللي ما في اللي ما عندهمش علاقه بالدين هما الناس اللي كيرحموه. حنا ما متفقينش 100% مع هذا الكلام هذا، ولكن حنا دابا غير تنقولوا اش كيقول فولتير صحيح. وبحال اللي تيقول لنا بان داك الفاناتيزم، يعني بحال اللي قلتي فولتير كيقترح علينا واحد الطريقه اخرى اننا خصنا نتعاونوا، واخا ما نكونوش متدينين، واخا ما هذا خصنا نتعاونوا شي يرحم شي والناس يتساعدوا بيناتهم. الا كان شي واحد مثلا ضعيف ما لقى ما ياكل نقدروا نعطيوه ما ياكل ونخدموه. لاحظوا انه بغى يخدمه يعني باش يولي كونديد، ما يبقاش يسعى يولي ياكل من يديه، ياكل من عرق جبينه كما تنقول. اذا باش ما يبقاش بحال الشماته بحال عالة على المجتمع، بغى يولي ردو راجل. هادشي اللي كيقول لنا فولتير، بحال اللي كيقترح علينا هنا حلول اللي خصنا باش نتعاملوا بيناتنا. المهم لو لوندوما، لا غد ليه دوز ديك الليله مزيان، لا غد ليه اون سو برومونون خرج كيتسارى. لاحظوا بان كونديد ديما خصو يتسارى، لان في هاد لوفر كامله كونديد غادي يبدا يتسارى. il va faire un voyage. وهادو فواياج علاش؟ هادو فواياج بحال قلتي غادي وكيتعلم، غادي وكيتعلم، لان الانسان باش يتعلم خصو يسافر. داز عند لي بيلغار تعلم شي شويه القساوه بان الدنيا راه صعيبه وكذا، داز هو دابا تعلم بشويه الحرب، تعلم شويه ديال التدريب العسكريه، دابا تعلم بانه راه ممكن راه الناس كاين اللي يرحمك وكاين اللي يقصى عليك وكاين اللي تكرفص عليك. اذا راه الدنيا مخلطه طوب وحجر، فيها الشر وفيها الخير. هادشي اللي بغى يعلمو فولتير. يعني فولتير بحال بغى تيقول دوك لي فيلوزوف ديال لوبتيميزم، تيقول ما ودي راه الدنيا ماشي كلها زوينه، راه فيها الشر وفيها الخير. الشر حنا كنعرفوه، ولكن هما في اوروبا في ذاك الوقت ما كانوش كيامنوا بهذا الشيء قبل القرن 18. قلنا سو برونو اي رونكونترا ان غو، تلاقى واحد الراجل موسخ، واحد الراجل ما فيه ما يتشاف وجهه، تو كوفير دو بوستول، يعني وجه ديالو مغطي يمكن واش بالتونيا بالبراس بشي حاجه. المهم هاد البوستول هادي تقريبا، المهم شنو بغا يقول لنا هنا السيد ما بقى فيه ما يتشاف وجهه. لي زيو مور، عينيه ميتين، يعني بحال اللي قلتي السيد غادي هو ميت واقف. لو بو دو دوني رونجي، النيف الطرف ديال النيف ديالو رونجي يعني حمر واش بالحبوب، ما فيه ما يتشاف. لا بوش دو ترافير، فمو معوج. لي دون نوار، سنان ديالو كحل. يعني تلقى واحد الراجل ما فيه ما يتشاف. لاحظوا لا ديسكريبسيون دي فالوريزون ديال هاد البيرسوناج هذا. اي بارلون دو لا غورج، بارلون كيهضر من الحلق ديالو، كيهضر من الحنجره، يعني بحال دابا تيدير بحال هكا. يعني علاش الانسان مريض؟ يا اما فيه بحال شي واحد مثلا مريض بزاف تيبقى يهضر من الحنجره ديالو. تورمونتي، يعني معذب. دون توس، دون تو فيولونت، لا تو هي الكحبه، يعني كيكحب واحد الكحبه اللي هي عنيفه. هذاك الشيء باش كيهضر من الحنجره ديالو، يعني السيد مكرفص ما فيه ما يتشاف. اكراشون اون دون، يعني كيرمي سنه، لي دون هما سنان، اشاك فور، في كل مجهود، فيما تيبغي يدير شي مجهود باش يكحب ولا باش يهضر كطير له قال لك شي سنه، كيفقد شي سنه، يعني الفم ديالو غادي وكي غادي وكيطيح. لاحظوا هنا سيت اون ديسكريبسيون ديال واحد البيرسوناج اللي هو ما فيه ما يتشاف. هاد البيرسوناج هذا، لان فاش غنمشيو نقراو الشابيتر نيميرو 4 غادي نعرفوا شكون هو هاد البيرسوناج اللي تلاقاه كونديد. دونك فوالا سي تيرميني لو شابيتر نيميرو 3. شابيتر نيميرو 3 تسالا. دونك الا بغينا نديرو واحد الريزومي، دونك هنايا كونديد وصل لهولندا باش كيطلب السعايه، قالوا له بقيتي كتسعى غير يشدوك ويحكموا عليك ويدخلوك للحبس ويعلموك كيفاش دير تعيش. واحد الوقيته شاف واحد الراجل كيهضر على لا شاغيتي، على الصدقه، وهذا باش كيطلب يسعى الى غير، قال زعما غير يتهلا فيا، اعطيني، قال له اعطيني ناكل وداك الشيء. الاخر دخل معاه شي اسئله دينيه، داك الشيء ما جاوبوش كونديد، هو يجري عليه. المراه ديالو حتى هي تكرفصات على كونديد. في الاخير مشى عند واحد السيد اللي هو ما عندوش كاع علاقه، اللي هو جون جاك لانا باتيست، ما عندوش كاع علاقه بالدين، هو اللي تهلا في كونديد وعطاه الفلوس وعطاه ياكل ونقاه ودوش ليه وقال له قاعد تعلم تخدم معايا. وواحد النهار خرج كيدور هو يتلاقى مع واحد الراجل اللي ما فيه ما يتشاف. دونك لحد الساعه حنا كنكتشفوا دوطخ بيرسوناج، لي بيرسوناج الاخرين اللي لقينا دابا. لاحظوا بان البيرسوناج ديال الشابيتر نيميرو 1 اللي هو كونديد مسيو لو بارون مدام لا بارون مادموزيل كينيغون دو بونغلوس، الشابيتر نيميرو 2 بان لنا، بانوا لنا دوك لي سولدا دوك العسكر، وبان لو غوا دي بلغار الملك ديال بلغاريا. فالشابيتر نيميرو 3 كنشوفوا انه كاين الملك ديال لي زابار، وكاين الملك ديال لي بلغار، وكاين لارمي، كاين العسكر. ودابا كنكتشفوا انه كاين واحد سميتو، كاين في النهايه ديال الشابيتر 3 كاين عندنا داك لوغاتور، داك لوم دو ريليجيون، داك رجل الدين اللي كيهضر على لا شاريتي، على الصدقه. وكاين هاد جاك لانا باتيست. هاد جاك لانا باتيست خصكم تعقلوا عليه مزيان، لان غادي نعاودوا نلقاوه
في لي شابيتر اللي جايين، ومهم هاد الشخصيه هذه غتولي حتى هي مهمه في الطريق، دونك خصكم تعقلوا عليها. جاك لاناباتيست، ما معنى اناباتيست؟ يعني ما عمرو داز في الديانه المسيحيه، ما عمرو دخل الكنيسه، يمكن ما عمرو داروا له ديك الطقوس الدينيه باش انه يرجعوه مسيحي بحال اللي كنديروا حنا، تيخلق له وليد صغير كنودلوا له في ودنيه ونقيموا له الصلاه في ودنيه ونديروا له السبوع ونقراو عليه شويه القران ونقراو الدين. علاش؟ بحال قلتي كنهيئوه باش يكون مسلم. حتى هاد لو باتيم ولا هاد باتيزي هي نفس العمليه كيديروها الناس للاطفال ديالهم باش انهم يدخلوهم للديانه المسيحيه. دونك هذا هو الشابيتر نيميرو 3، هو سالا. لا بروشين فيديو ان شاء الله غادي ندوزو الشابيتر نيميرو 4. قلت لكم الشابيتر، هاد الشابيتر نيميرو 3 راني قسمته على جوج لي فيديو. الفيديو الاول غتلقى فيه مكتوبه كونديد واحد الشابيتر 3، والفيديو الثاني اللي دابا هو هذا اللي حنا فيه غتلقى فيه كونديد جوج الشابيتر 3. من بعد عاوتاني فاش غندوزو للشابيتر نيميرو 4 غتلقاو نفس القضيه. دونك راه دابا لحد الساعه درنا الفيديوهات ديال شابيتر 1، ديروا كونديد 1 شابيتر 1، كونديد 2 شابيتر 1، كونديد 3 شابيتر 1، وغديروا كونديد 2 شابيتر 2، كونديد 1 يعني كل شابيتر فيه ديروا كونديد، لان كل شابيتر كنديروا كونديد 1 2 3، يعني كل شابيتر كنقسموا بحال قلتي الجزء الاول الثاني الثالث. يعني انتم كل شابيتر غديروا فيه كونديد 1 كونديد 2 كونديد 3، ولكن ديروا قدامها شابيتر اللي بغيتوا. بون كوراج والله يعاونكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.